كل اللي انا هقوله بس الاول في البدايه كده، مفيش اي داعي لاي توتر اكتر مما يجب. هتقول لي يا يوسف اللي ايده في الميه مش اللي ايده في النار، والله العظيم انا بنتي في الثانويه العامه بالراحه، يمكن هو نظام مختلف شويه بس بنتي برضو ثانويه عامه. سيبك من ان انا اعصابي هاديه، دي خلقتي، انا شخص ولا حاجه بتهزني، وتلاقيني دايما بوكر فيس وما بتوترش، وشي ما بيحمرش وما بعرقش، وحاجه مذهله يعني. طيب لكن هات لي حاجه واحده بس حصل فيها مشكله حقيقيه، والناس تاني يعني المواطنين كان لهم حق وما اتحلتش بالشكل اللي بيرضي كل الاطراف. شكاوى كتير جدا، والدنيا زي ما بقولك مفيش بيت عنده ثانوية عامة علمي تحديدا، امتحان كيمياء تحديدا، إلا وبيشتكي. طيب الشكاوى كتير، هل ده معناه إنه ودن من طين ودن من عجين؟ أبدا. الحقيقة إنه معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بعد ما شاف كم الشكاوى اللي موجود، فقال والله يا جماعة احنا عاوزين نجيب لجنة من الخبراء، خبراء الامتحانات الثانوية العامة مادة الكيمياء تحديدا، ويشوفوا ويراجعوا نموذج الإجابة الخاص بهذا الامتحان، لأنه الناس اتكلمت على صعوبة الامتحان، الناس اتكلمت على أنه الامتحان طويل جدا ما هواش على قد المدة المقررة ليه وما إلى ذلك. طيب هتيجي تقولي يعني هو في حاجة زي كده بيبقى لها حل؟ شوف النتيجة، أولا لسه الامتحانات ما خلصتش، وعليه التصحيح لسه، وعليه النتيجة لسه، وإعلان الدرجات لسه. ده معناها إحنا لحد دلوقتي هو في الأمان، في السيف سايد، فأنا مش عايزك تقرأ. ومن ناحية تانية عاوزك تتأكد إنه حقيقي مش هزار. أنا أعرف دكتور رضا حجازي من يجي 17-18 سنة، حلو، وما كنتش ومذيع معروف وما ولا اي حاجه، سيبك من قصه معروف دي خالص يعني، وراجل بشتغل وبشق طريقي وبتاع، الكلام ده كان مثلا كان عندي بتاع 30 سنه وقتها، تمام. والحقيقه وجدت في هذا الرجل بامانه شديده راجل محترم بتاع شغل، بيسهل دايما الامور ويساعد على حلحلة المواقف ويحاول يذلل الصعوبات طول الوقت. من ضمن الكلام اللي قاله الدكتور رضا حجازي ايه؟ قال يا جماعه احنا كده كده عندنا نظام تصحيح الكتروني، فالتصحيح الالكتروني ده كمبيوتر، فهيعمل ايه؟ هيحدد المعاملات بتاعه الصعوبه لكل سؤال على حده، مش بقى الامتحان كله على بعضه كده شروه واحده، لا لكل سؤال. واذا طلع انه في سؤال ما معامل الصعوبه بتاعته هي فعلا محسوبه، ده انا بكلمك بامانه لانه التصحيح زي ما بيقول لك الكتروني، يعني النموذج بتاع الامتحان او الامتحان نفسه الاسئله بتاعته بتتحط على الكمبيوتر بشكل ما، بيبدا يتم عمليه سكاننج لكل الحاجات، ومحسوبه ان معامل الصعوبه بتاعه المفروض يبقى من كذا لكذا. لو لقينا ان معامل الصعوبه اكتر من المحدد ليه، هيتم اتخاذ اجراء مناسب جدا يراعى فيه مصالح الطلاب ويحقق كمان العداله وتكافؤ الفرص، بحيث ان الكل يبقى خارج وهو يشعر بالعدل، يشعر بعداله، تبقى خدت فرصتك جيدا. يعني زي ما كنا بنقول من زمان يا جماعه، اي امتحان في الدنيا لازم بيبقى، أي امتحان، وده في الدنيا كلها، أي امتحان بيبقى على قد الطالب المتوسط. طيب هل الطالب المتميز ملوش نصيب؟ لا، ليه ما نصيبه، لازم بيبقى فيه أسئلة متعلقة بالطلبة المتميزين الشطار جدا المتفوقين جدا، فيبان بقى فروق المستوى، وده اللي بيجيب الفول مارك، وده اللي بيقل شوية إلى آخره. خلونا نفهم أكتر على هذه الأزمة وتصورات الحلول وإجراءات قد تتخذ إن شاء الله من الوزارة. معنا الأستاذ شادي زلطة زميلنا العزيز المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ازيك يا شادي؟ أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي ليك. أستاذ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. يعني طمنا على اللي حاصل في امتحان الكيمياء ده، الدنيا قامت ولسه ما قعدتش. هو الحقيقه طبعا استاذ يوسف، يعني احنا النهارده الصبح ورد الينا شكاوى بعد الامتحان خاصه بامتحان ماده الكيمياء.
تمام. وطبعا تم رصد الشكاوى برضو عديده على المواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، وسعاده الدكتور رضا حجازي حريص على التواصل المستمر مع اولياء الامور والطلاب، اوجه على الفور بين توضيح الامر للراي العام والخطوات اللي بيتم اتخاذها في هذه الحاله لو في حاله ان في شكوى من صعوبه امتحان ما. النهارده طبعا اوجه بقيام لجنه مشكله من 10 خبراء لمراجعه دقه الصياغه العلميه للاسئله الخاصه بالامتحان ونموذج الاجابه، واذا كان ومراجعه كمان الاجابات اسئله الاختيار المتعدد للتاكد من ان كل سؤال لا يحتمل اكثر من اجابه. دي نقطه. النقطة الثانية وهي متعلقة بالتصحيح الإلكتروني يا أستاذ يوسف بيحدد معامل الصعوبة لكل سؤال. يعني في وقت بقى أعمال التقدير اللي بتتم والتصحيح الإلكتروني هيتم فعلا وقتها تحديد معامل الصعوبة لكل سؤال في الامتحان دوت. فبالتالي بناء عليه يتم بقى اتخاذ الإجراءات المناسبة اللي بتراعي مصلحة الطلاب. وطبعا يعني ده لو في حاله ان لو في سؤال معامل الصعوبه بتاعه اكد ان كل الطلاب لا يقوموا بالاجابه عليه، فساعتها طبعا هيبقى في اجراء بيتم اتخاذه سواء مثلا متعلق باعاده توزيع درجات السؤال ده. حلو. او اجراءات اخرى طبعا هيتم تحديدها في وقتها. صحيح. طيب ده كلام كويس جدا. في برضو حاجة تانية اتقالت يا شادي النهاردة، لقيت بوستات كتير بعضها من أولياء أمور بعضها من بعض المدرسين إلى آخره أو هل كذا يعني يصف نفسه على فيسبوك، في النهاية خلص أنا معرفش وكلنا ما نعرفش فلان ده حد معروف وفعلا مدرس ولا لا، بس ده مش تشكيكا فيه، أنا بقولك اللي قريته. بعض الناس قالت لا ده الامتحان كمان طويل جدا أكتر من حيز المدة اللي متاح لينا، اظن الامتحان بيتحل تقريبا في 3 ساعات مفترض يعني امتحان الكيمياء مدته، ولكن البعض كتب ده امتحان عايز تقريبا 5 ساعات عشان نعرف نخلصه كله. هل ده تمت مراجعته وهل ده هتتم مراعاته برضو؟ ده برضو هيتم تحديده من خلال النتيجه المعتمده من اللجنه المشكله من الخبراء، ولكن خليني اكد لك استاذ يوسف ان المواصفات اللي بيتم وضعها لكل الامتحانات واللي بيقوم بوضعها المركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي هي مواصفات ثابته ودقيقه ولا تتغير. يعني زي اول امتحان تم هو نفس المواصفات بتتم في كل امتحان وفقا طبعا لطبيعه الماده اللي بيتم الامتحان فيها. فدي اجراءات ثابته وواضحه لا تغيير فيها ابدا، ولكن خليني بس زي ما اكدت لك في البدايه ان بناء على التقرير الخاص باللجنه المشكله من 10 خبراء واللي بتراجع دقه صياغه الاسئله وان هي كل سؤال يحتمل اكثر من اجابه، وبعدين بعد كده بندخل على اعمال التقدير، بعدها باذن الله يتم طبعا توضيح الامر والتاكد طبعا اذا كان فعلا في اسئله كان فيها مثلا صعوبه شديده او كل الطلاب ما جاوبوش عليها، فساعتها هيتم يعني الدكتور رضا حجازي طبعا حريص على ان كل طالب ياخد حقه طبعا في اكيد ونتيجه مجهوده في الامتحانات. ف ومركز التقويم التربوي او مركز الامتحانات والتقويم التربوي برضه بيمشي باجراءات ثابته وواضحه، واجراءات المتعلقه بالتصحيح الالكتروني برضه هو سيستم يعني دقيق جدا. فيعني احنا عايزين نطمن بس ابنائنا الطلاب ان اي اجراء في صالح الطلاب هيتم اتخاذه، ولكن طبعا احنا الامتحان بيحفظ حق الطالب المتميز، ودي نقطه مهمه جدا لازم نركز عليها. طبعا الامتحان بيحفظ حق الطالب المتميز، ده طبيعي يعني عاده بيبقى فيه متميز دايما بيبقى في سؤال سهل، في سؤال متوسط، في سؤال بتاع المتفوقين المتميزين جدا، وده حقه بالظبط. وطبعا هو تدرج الاسئله يعني ثابت في كل الامتحانات وفقا للتقسيمه اللي اعلنا عنها مرارا وتكرارا، وهي 30% المستويات العقليه البسيطه، هايل، 40% المستويات العقليه المتوسطه، و30% للمستويات العقليه المتميزه. فيعني احنا بس بنطمن ابنائنا الطلاب ان يعني الوزاره بتستمع للشكاوى وحريصه على التواصل المستمر، وطبعا زي ما شرحت الاجراءات هتتم باذن الله ان شاء الله، وباذن الله طبعا بعد الانتهاء من اعمال التقدير الكامل ان شاء الله يعني
يبقى يتم اعلان المؤشرات يعني. طب ده معناه ان احنا كده بعد العيد، ولا ممكن على بكره اخر اليوم قبل ما تبدا اجازه العيد؟ وكل سنه وانت طيب اولا. لا لا، لان طبعا المراجعه اللجنه بتاخد وقت، وفي ميعاد محدد وجدول زمني ثابت طبعا لاعمال التقدير الخاصه بكل ماده. يعني في مده محدده من عدد من الايام لكل ماده محطوطه وفقا لجدول زمني محدد، علشان خاطر يتم فيها الانتهاء من اعمال التصحيح والتقدير بشكل كامل يعني. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا شادي، كل سنه وانت طيب مره تانية، وكل الناس طيبين، الف شكر. شادي زلطه، المستشار والمتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني.